أنا ريم المرشدي، أنا خريجة أدب فرنسي. أنا اخترت الشغل بتاعي أن أنا أعمل عربية كبدة وسجق بسبب أن أنا بحب السجق جدا، وكان يعني بحب أن أنا أكل حاجة كواليتي بتاعتها نظيفة. وطبعا عندنا هنا في مشاكل كتير في موضوع السجق دوت وكده، ومش بيبقى مضمون يعني. فأنا حبيت أن أنا ابتدي أعمل حاجة بطريقة نظيفة وبتتقدم بطريقة شيك وتبقى أكثر للبيتي، أن هي حاجة نظيفة ومضمونة يعني. فمن هنا الموضوع بدأ. كنت عايزة أعمل عربية كبدة وسجق، وحاولت أعملها تصاريح، ما لقيتش أن في تصاريح فعليا للعربيات. الكلام ده كمان من فترة قبل ما تظهر دلوقتي بموضوع أن في أماكن معينة مخصصة للعربيات وكده. فالمهم أن أنا رحت جايبة محل صغير علشان أخزن فيه العربية، لأن طبعا مش هينفع أسيبها في الشارع بالليل، خصوصا أن أنا عاملها كشكل مختلف قوي فهتبقى ملفتة جدا. فجبت محل صغير، والمحل ده لما أجرته ابتديت بقى عملت البطاقة الضريبية والسجل التجاري ومشيت صح يعني علشان الدنيا تبقى مظبوطة بقدر الإمكان يعني. بس وكنت بقى في العربية قدام المحل، وبالليل كنت بدخلها وبقفل وخلاص. كان حاجة صغيرة قوي في المحل يعني 2 متر في 4 متر يعني. كان بابي شجعني شوية، بس ما كانش متخيل يعني ان الموضوع هياخد الحجم دوت عندي، او ان انا واخداه جد قوي بالمنظر ده. طبعا اصحابي كتير كانت عجبهم الفكره وقالوا لي برافو عليكي ان انت بتعملي حاجه زي كده اهوت يعني ناس كتير، لا بالعكس يعني يمكن ناس كتير شجعتني، بس ممكن في كلام بسيط قوي ان ازاي وهتعملي كده ازاي، بس حاجات بسيطه قوي يعني، بس ما كانتش يعني انتقاد قد ما هي استغراب يعني. بقالي حوالي دلوقتي 3 سنين او اكتر شويه عملت الموضوع دوت، وفي اعتقادي ان انا من يعني من نفس المستوى الاجتماعي يعني بتاعي، انا اول واحده عملت عربيه كبده وسجق، وده برضو شجع ناس كتير سواء ولاد او بنات، وكلهم كانوا بيسالوني انت عملتي كده ازاي، ده انت جريئه جدا. بقول لهم لا، هي الموضوع مش فيهوش اي جراءه او حاجه، بس فكره انا عايزه اعملها وحباها، فلازم اخد الريسك ان انا اعملها، وخصوصا يعني بعد دراسه طبعا فتره طويله جدا بصراحه. وما همنيش موضوع فكره نظره المجتمع هيبص لي ايه، انا ما بعملش حاجه غلط، انا حد بيحب الاكل فبيطبخ وبيقدم الاكل. دلوقتي نظره المجتمع بقت عاديه، اي حد بيبقى عايز يعمل الموضوع ده بقى اسهل كتير من الفتره اللي فاتت، لان الناس بقت متقبلاه وبقوا شايفين الموضوع دوت ان في ناس كتير بتعمل كده. يعني يمكن حد دلوقتي على فكره برضو في كتير قوي على فكره بيكلموني ويبعتوا لي احنا عايزين نسالك عايزين نعرف ازاي الكلام ده كله، ستات ورجاله يعني من كل الاعمار على فكره. انا ببقى مبسوطه جدا ان انا مشجعه الناس دي كلها ان هم يحققوا حلمهم يعني وما يتنازلوش عن حاجه زي كده.